من مكتبه الخاص يجري هذا المحاسب المعتمد كل تعاملاته الضريبية دون عناء التنقل. ربحنا كل شيء، ربحنا وقت، ربحنا خدمة، ربحنا السيطرة. صافي دير نتحكموا دروك في العمل نتاعنا. صافي دير المؤسسة إلى انخرطت في مكتب من مكاتب ولاية بجاية، يعني رانا مسؤولين على المعاملات مع الشركة. تسهيلات أخرى يستفيد منها المكلفون بالضرائب. أنا من 2007 بديت مع لي زامبو. كنا بكير نروحو من سونتر لسونتر، سيتي ان بو كومبليكي. دوكا تبدلت، يعني افيك لو سي دي اي لاكوي لا رابيديتي. وشنو نا السيستيم انترنت دوكا نوز امباش دو نو ديبلاسي بوكو. كلش في لابليكاسيون نقدروا نفيريفي كلش، ولا لاخر الدوسي تاع لاخر لو كليون اللي تي اجور ولا اللي ريدوفلاب اي تو، صافي اوتوماتيكمون حاجه مليحه الحمد لله. الرقمنة اليوم أصبحت تضفي شفافية أكثر في التعاملات إضافة إلى تسهيل عمل الأعوان. تغير جذري من حيث نوع الخدمات المقدمة لمكلفين بالضريبة، خاصة مع دخول نظام جبائي التصريح والدفع عن بعد حيز الخدمة. إذن هي خطوة أخرى نحو القضاء على البيروقراطية وتسهيل التعاملات الإدارية للمواطنين.